السلام عليكم خواتاتي، اليوم نقدم لكم بركوكس باللحم. كاين اللي يقولوا بهذا، كاين اللي يعيطوا له العيش، كاين اللي يعيطوا له بركوكس، كاين اللي يعيطوا له مردود. كل منطقه كيفاه، المنطقه الوسطى يعيطوا له بركوكس، كاين اللي يعيطوا له مردود اللي جات الصحراء كامل، وكاين اللي يعيطوا له العيش. كل واحد المنطقه تاعو. وفيه بصل، فيه ثوم، فيه حبه طماطيش رابي، فيه كمية من اللحم، فيه فلفل حار البنة، فيه عكريم، فيه راس الحانوت، فيه قليلا من الطماطيش مصبرة، وفي كمية تاع الخضر مقطعة صغيرة هكذا اون بتي دي اون فرونسي، بالعربية مقطعة صغيرة، جزر ولفت وبطاطا. نبداو على بركة الله. أنا لي صحية لي يوش بالأخرى، ناخذ كمية من الزيت، نزيد حبة طماطيش طيبة، نقليوهم مليح هكا. التوابل هادو والخضر، نزيد قليل من الملح، ومغيطها ونص هادي تاع الطماطيش كونسونطري اون بواط، طماطيش معلبة. نديرو الماء الساخن، نديرو الماء الساخن ونغلقو عليه، وكي يجي يطيب لنا نديرو له العيش تاعنا اللي قلت لكم عليه، ولا البركوكس ولا المرد. نخلي بقا يطيب ومن بعد نروح عليه ونوريكم من بعد. بوتاتي هاهو البركوكس تاعنا ولا العيش والمردود، كل منطقة كيف يقولو له. هاهو طاب لنا، شوفو الحبة تاعو كي نحطوها في الحذاء تاعنا شويه تكبر. من بعد ناخذ هذاك قرين حار في الحار ونرميوه في الحذاء تاعنا هذاك باه يطلق البنة. من بعد نوريو الفرصة بالضبط. ماشي خواتاتي، هاو البركوكس تاعنا، هاو طلبنا وجاني شاحي هاكا خواتي، شوفو جاني شاحي كامل، وان شاء الله يعجبكم وتجربوا الوصفة، وان شاء الله متنساوش اللايك وتفعلوا الجرس. بصحتكم صحتي، وان شاء الله نلتقي.